بث مباشر اليوم بالليل رح يعلنوا فيه عن ماب الزومبي القادم، واحتمال جدا كبير يكون ماب نيوك تاون زومبي. فبهالفيديو رح اقول 6 اشياء نتمنى تكون موجودة بماب نيوك تاون زومبي. طارق بحال شباب، معكم شاركية وشركة كيل، جا لكم فيديو جديد. طيب شباب، مثل ما شفتوا بداية الفيديو، اليوم بالليل في بث مباشر على قناة تريارك، وعلى الأكثر رح يعلنوا فيه عن ماب الزومبي القادم وعن التحديث الضخم اللي هيكون بكرة. طبعا اللي ما يدري، في تحديث جدا ضخم جاي لبلاك أوبس 4 بكرة. بالمالتي بلاير عدلوا فيه أشياء بشكل مو طبيعي، زبطوا أسلحة بشكل جدا كبير، ورح يضيفوا الليج بلاي اللي هو يوم الخميس بعد الأبديت بيومين تقريبا للبلاك أوت. هيضيفوا ماب بيرد تبع الزومبي، هي إشاعة بس على الأكثر راح تصير، وتغييرات جدا جدا كبيرة راح تصير، بس ما في أي شيء عن الزومبي الا انه في بيرك جديد. فعلى اكثر مخلين الزومبي بشكل سري، وراح يعلنوا عنه اليوم بالليل، لانه بالبث المباشر راح يكون موجود جيسون بلندل وكريغ هيوستن. جيسون بلندل هو المخرج الزومبي، هو المدير كبير تبع الزومبي، وكريغ هيوستن هو الكاتب القصص او المسؤول الاساسي عن كتابه قصص الزومبي. فهدول الشخصين راح يكونوا بالبث المباشر، مستحيل يكونوا هالشخصين موجودين بس عشان يحكوا لنا انه في بيرك جديد. اكيد راح يعلنوا عن ماب زومبي جديد. اوكي، فشيكوا القناه اليوم بالليل، وهلا راح اتكلم عن 6 اشياء اتمناها تكون موجوده بماب نيوك تاون زومبي، لو فعلا نيوك تاون زومبي راح يجي، لانه حسب التسريبات اللي طلعت، تسريبات بشكل جدا كبير انه ماب نيوك تاون زومبي جاي بالحزمه الثانيه، وانه في ماب ثانيه لقصه الفوضى، يعني مابين جايين او ماب واحد. المهم انه نيوك تاون زومبي من زمان قاعدين نسمع انه راح يرجع، وشيء طبيعي لو تفكر فيها، من المابات اللي ما نعملها ريماستر من قصه الايثر 5 مابات بس، ومنهم ماب نيوك تاون. فيعني الشيء منطقي انه يرجعوهم طالما رجعوا كل شيء. فاوكي، اول شيء نبي نيوك تاون زومبي تبع بلاك اوبس 2 يكون غرفة البداية بس. نبي نيوك تاون زومبي تبع بلاك اوبس 2 يكون فقط المكان اللي نعيش فيه، يكون غرفة البداية. نبي الماب يكون ضخم، ما نبي نيوك تاون زومبي مثل ما هو اللي يحطوا لنا اياه. خلينا نكون واقعيين مع بعض، نيوك تاون زومبي يعني حلو، شغل سيرفايفل بس مو شغل الغاز، مو شغل تلعبه مره ومرتين وثلاثه، شغل تفوت توصل راوند عالي وخلاص، لانه كتير صغير. فنبي نيوك تاون زومبي يكون غرفه البدايه بس، نبي الماب يكون ضخم، نبي البنكر تحت الارض، نبي نروح على البنكر. البنكر اوريدي عاملينه بالبلاك اوت، فليش ما يعملوه على الزومبي؟ البنكر فيه كتير الغاز، نبي نعرف ليش مارلتون كان محبوس فيه، او عرفنا ليش مارتن كان محبوس فيه، لتابع فيديو قصة الزومبي اللي سويته كله. بس انه نبي معلومات اكثر عن البنكر، نبي نعرف شو الحفارات، نبي ندخل جوا الحفارات. الحفارات هي شفناها باللودينج سكرين تبع ماب نيوك تاون الاصلي، وشفناها مره ثانيه باللودينج سكرين يلي عملوها جديده مع الكوميكس. فنبي ندخل جوا الحفارات، نبي نلعب، نبي شيء بالحفارات يكون شيء واو. يعني قاعد اتخيل اكستنشن الماب الثالث تبع كول اوف ديوتي جوست، دخلنا جوا جبال وهيك، كان شيء خرافي. نبي شيء نفس الشيء، ندخل جوا الحفارات يكون في مهمه معينه. فاي نبي اول شيء ندخل على الحفارات، الحفارات مبينه جدا ضخمه، وشيء يعني شيء 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 مميز. وغير هيك نبي نروح على البنكر تحت الارض. طبعا اللي ما يعرف الحفارات الها دور جدا مهم بالقصه. اول شيء الحكومة الأمريكية عندهم مجموعة اسمها مجموعة بروكن أروز، هاي اللي تسوي أبحاث عن عنصر 115 وكل شيء، نفس 935 الألمانية وديفيجن 9 اليابانية. فبروكن أروز كانوا عم بيحاولوا يعملوا تجارب بالعنصر 115 عشان يكون عندهم قوة بالحرب الباردة اللي هي بين أمريكا وروسيا، وبالغلط عملوا هذا الزومبي الغثيث اللي يطلع بماب ترانزيت اللي اسمهم بايوز، وعملوا زومبي الكهربائي بماب ترانزيت. هالاشياء كلها من تجارب بروكن اروز بالعنصر 115. واللي تابع الكوميك بتعرف انه من احد التجارب اللي عملوها هي هربوا البايوز ومن المختبر وقتلوا كل العلماء اللي هناك، وكان شخصيه راسمان من احد العلماء اللي موجودين جوا المختبر بس ما مات، قدر انه ينجو. فبعد الاحداث هي كلها، الحكومه الامريكيه بتخلي مجموعه بروكن اروز يروحوا على نيوك تاون بالحفارات هناك ليحاولوا يجيبوا العنصر 115 بشكل اكبر، لانه صار عندهم مشاكل وصار عندهم عنصر 115 كمية جدا قليلة، فالنيوك تاون فيه كمية كبيرة من عنصر 115 ما بنعرف السبب. اوكي اظن جدا طولت بالنقطة الأولى، باقي النقط جدا قصيرة، بس المهم بالمختصر نبي نروح على البنكر تحت الأرض، نبي نكون يكون شيء خرافي، ونبي كمان ندخل جوا الحفارات. اوكي، ثاني شيء نبي
هو باص ترانزيت. ما نبي باص ترانزيت نفسه نجي نسوقه، لا، بس نبي نعرف ليش نسمع صوت باص ترانزيت بنيوك تاون. اللي ما لعب نيوك تاون مو متذكر، كنا دائما على راوند معين نسمع صوت باص ترانزيت مثل ما هو بالضبط بنيوك تاون. اتمنى هالشيء يتفسر. ثالث شيء، نظام البركات ما نبي نفس نيوك تاون الاصلي. الحين ببلاك اوبس 4 عندنا فقط 4 بركات، بس اللي ما يتذكر بنيوك تاون الاصلي كان البركات تنزل لك من السماء، اخر بيرك يوصل لك راند 25، فيعني ما نبي هالشيء يتكرر، بالذات انه بلاك اوبس 4 ما يجيك سبيد كولا الا اذا عبيت الاربع بركات، فيعني هيكون نوعا ما انه الراوند 25 ما يمديك تاخذ سبيد كولا، بعض الايام ما توصل 25 اذا حل اللغز، يعني الراوند 20 واقل تكون حلين اللغز. فاي ما نبي نظام البركات اللي هو على كل 5-6 راوندات ينزل لك بيرك، لان نبي البركات موجوده دائما هناك، او ما عندي مشكله خلوا نظام البركات مثل ما هو بس يلاقوا لنا حل مع السبيد كولا. انا صراحه حاليا بعد ما ضافوا السبيد كولا لازم، يعني صعب العب زومبي بدون سبيد كولا. اوكي، غير هيك نبي نعرف شو هي مجموعة 6110 او 610. اللي ما يدري بالزومبي عندنا مجموعة 935 الالمانية النازية اللي كانوا يعملوا التجارب فيها دكتور ماكسس وريكتوفن، عندنا مجموعة ديفيجن 9 مجموعة اليابانية يلي عندهم اشياء كتير شفناها ما بزيت سابونوشيما، في مجموعة روسية ما لهم اسم انه روسيين ونفس الكلام هاد، وفي البروكن اروز الامريكية، بس في مجموعة ما عرفنا عنها اي شيء قصة الزومبي اللي هي مجموعة 610. عم نشوف إلها صور بماب نيوك تاون زومبيز، فإيه نبي نعرف شو هالمجموعة، شعارهم نفس مجموعة 935 بس رقمهم هو 610. أظن رح يكون شيء مجنون، لأنه صراحة كنت نفكر أنا أنه الشركة حطوا أشياء بالزومبي من زمان ومن جديد قاعدين يسحبوا عليهم، قاعدين يروحوا لقصة جديدة، مو قصدي قصة الفوضى بس أنه قاعدين يغيروا شوي بالقصة، يعني كتير حطوا أشياء من زمان وسحبوا عليها، بس لما ما بكلاسيفايد غير رأيي بشكل كامل. ما بكلاسيفايد كل شيء بحطوه بقصة الزومبي من زمان شرحوا لك يا بما بكلاسيفايد شو الأشياء اللي صارت، كل شيء بالتفصيل. فإيه مجموعة 6110 نبي نعرف شو وضعهم. خامس شيء، نبي نلعب بشخصيات ترانزيت. اوكي، ما عندي مشكلة لعبنا بشخصيات بريمس او التيمس، ما عندي اي مشكلة، بس ودي يعني نوعا ما راح امصط شوي اكتر لو لعبنا بشخصيات ترانزيت، اشتقنا لهم الصراحة. ادري شخصيات بريمس والتيمس محبوبين اكتر، بس نبي نشوف شخصيات ترانزيت من زمان ما شفناهم، نبي نشوفهم على البلاي ستيشن 4، خلنا نقول اخر مرة شفناهم على البلاي ستيشن 3. وجدا جدا منطقي نشوف شخصيات ترانزيت، لانه في شيفرة بجورد كروفي كانت تحكي لنا انه في اربع برادات اللي شفناهم ببلود اوف ذا ديد اللي بيناموا فيهم شخصيات ترانزيت. فبجورد كروفي على الكلام قبل لا نعرف اي شيء عن بلود اوف ذا ديد ولا اي شيء عن شخصيات ترانزيت، كان في شيفرة بتحكي انه في مثل اربع برادات نايمين فيهم اربع اشخاص، وهو هالبرادات عم يتم شحنهم عن طريق حفارات اللي موجوده بمنطقه نيوك تاون. فحفرات نيوك تاون بشكل من الاشكال بعد وكيبل موصل بفتحه زمنيه طالع بعالم تاني مشغل البرادات اللي ببلود اوف ذا ديد، ما ادري صراحه. فايه في ترابط جدا جدا قوي بين نيوك تاون زومبي وبين شخصيات ترانزيت ببلود اوف ذا ديد. اوكي، واخر شيء، ثلاث شخصيات ابي اشوفهم او ابي اسمع عنهم بماب نيوك تاون زومبي. اول واحد دكتور مونتي. دكتور مونتي لو بتفكروا فيها ما سمعنا صوته الا بماب جورد كروفي، وما شفنا الا بريفيليشن بالكتسين، ما شفنا غير هيك ابدا. نبي اشياء عن دكتور مونتي، هو الشر الاعظم، هو اكبر شرير بقصة الزومبي، فيعني بنيوك تاون نبي نسمع صوته، نبي اي شيء عن دكتور مونتي. نفس الشيء شادو مان شفناه كتير، شفناه بشادو اوف ايفل، بعدين بريفيليشن، وبعدين سمعنا صوته ببلود اوف ذا ديد، بس نبي كمان شادو مان نشوفه. وشخصية الثالثة دكتور شوستر كان مجموعة 935، هو كان بالقمر لما اجت سامانثا ودخلت جوا الام بي دي. عرفنا انه دكتور شوستر ما مات بعد احداث مون، نفس شخصيات كلاسيفايد انه رجعوا على الارض، فدكتور شوستر نفس الشيء ما مات، ودكتور شوستر منشوفه ببوستر نيوك تاون. انتم شايفين في هذا الشخص الاصفر مكتوب اسمه تحت شوستر، فنبي نعرف شو قصته وليش موجود بنيوك تاون زومبي. فايه شباب، ها كان فيديو اليوم، اتمنى شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت شو اشياء انتم بدكم تشوفوها كمان، ولا تنسوا اليوم بث مباشر
هسوي على قناتي بالليل ردة فعل ونشوف الماب الزومب القادم، هيكون بحدود الساعه 10-11 7 على تويتر، موجود بلوست تحت لتعرف التوقيت بالضبط ومتى هبدا. فايه بس كان معكم شركيه، شركه كيش كوميدي هات تاني ان شاء الله، مع السلامه.